الخاتمة. قال رحمه الله: هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية، وقد غدت أبياتها 12 مثل قلائد الدرر. والحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأبرار. كما بدأ بالحمد عليه الصلاة والسلام، كما بدأ بالحمد، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل المؤلف هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء، وحمد الله موجب لبقاء النعمة. حمد في نهاية الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة، وكما صلى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم.